جهودات الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، وكذلك الأمن الخاص، والسادة الإعلاميين والإعلاميات اللي حاضرين معنا، فكنحيوهم وكنشكرهم كثير. وهذه اللحظة سيداتي سادتي اللي كنعيشوها جميع، فكنقتسموا الفرح، كنقتسموا السرور، كنقتسموا الوطنية الصادقة في إطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين. الله يحفظ سيدنا، الله يحفظ هذا الوطن الشامخ طبعا، والله يحفظ الشعب المغربي اللي هو الشعب. مباشرة غيتحمس المهرجان سيدي بيبي لتنظم مناسبة عيد العرش، وكذلك مناسبة المكر سيدي بيبي لتنظم جمعية المبادرات الخيرية بشراكة مع جماعة سيدي بيبي. السيد خراز غني عن التعريف فالتوريس حماس لمجال التنشيط وكذلك المجال الثقافي. السيد خراز، اش يعني هذا المهرجان الساكنة ديال سيدي بيبي؟ اولا تحيه للاعلاميين وخاصه شتوكا بريس اللي حاضر معنا واللي كتواكب جميع الانشطه. ها شتوكا بوان تي في طبعا. فهاد اللحظه اللي كنعيشوها الان، كنعيش واحد اللحظه اللي رائعه جدا في اطار مهرجان سيدي بيبي. هاد السنه هذه كاين واحد التميز ديال هذا المهرجان. كان في الاول بدا كموسم عادي سنوي كيحضروا واحد الزوار اللي هما يعني معروفين ومخلصين لهذا الموسم هذا. اليوم كنشوفوا موسم اكبر من خلال اصبح الان كبر واصبح مهرجانا. شفنا سهرات فيها واحد مجموعه الفنانين كبار، شفنا اليوم تبوريدا، شفنا معرض، شفنا مجال ثقافي، شفنا ندوات، شفنا مجموعه ديال يعني ديال الفنانه والمبدعين اللي حاضرين معنا. فهذا المهرجان ممكن نقول انه مهرجان ناجح بكل المقاييس، ومهرجان اللي هو متميز، ومهرجان اللي في هذه المنطقه يعني عطى واحد الاشعاع المنطقه الشتوكايت بها. شكرا. سي خراز، يعني انتم اللي كتمتهنوا هذه المهنه ديال التنشيط، فهادشي كمهنه كهوايه كمهنه يعني المهنه ديالكم كنعرفوها هي المجال التعليمي وهذه الهوايه ديال التنشيط، يعني واحد ثلاثه ديال السنوات ديال التوقف بسبب الجائحه ديال كورونا، كيفاش عشتوا ديك اللحظات ودابا عاوتاني من بعد؟ لا فعلا فترة هذا كيغوت بزاف. هذه الفترة ديال الكوفيد كانت فترة وخيمة على الجميع، ماشي غير على الفنانة، ماشي غير على المنشطين، ماشي غير على الجميع. هذه الفترة هذه كانت في الحقيقة واحد الفترة ديال إعادة النظر في مجموعة من الفنون، مجموعة وخاصة المجال الفني. يعني كانت فترة اللي هي ديال الاستراحة، ولكن كنقول استراحة محارب، لأن من بعد مباشرة انبعثت الحياة الثقافية من جديد، انبعثت الحياة الفنية من جديد. الحمد لله كنشوف واحد مجموعة ديال السهرات، مجموعة ديال اللقاءات. أنا كنشوف الآن مثلا مهرجانات في ديب تي باتلان، يعني في المناطق اللي هي صغيرة جدا ولكن كتنظم مهرجان، يعني كاين انبعاث جديد، وهذا بفضل يعني المستوى الكبير ديال 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 المبدعين بصفه عامه، وديال السلطات اللي كترخص لهذه المهرجانات، وايضا يعني المنتخبين من خلال المجالس الجماعيه اللي عطوا اهميه لهذه المهرجانات هذو. بالنسبه لي انا سولتيني واحد السؤال خاص اللي هو التنشيط، بالنسبه لي انا فهو هوايه، تنشيط ايضا كيجري في الدم ديالي، التنشيط كنلقى فيه ذاتي، كنعطي انا المكان اللي كنكون فيه وكنشوف الجمهور ناشط وفرحان وكيتجاوب معايا، هذيك احسن لحظه في حياتي انايا. وانت تبارك الله راك منشيط، بارك الله عليك. غير كنعرفوا ايدو خراز معروف بإنزكان، ولكن عندك ارتباط بسيدي بيبي، ربما هذه أول مرة غادي تروج هذه المعلومة. لا هو أنا يعني كنشط في جميع أنحاء المغرب وحتى خارج الوطن، غير سيدي بيبي عندي واحد الارتباط وجداني به، لأن واحد المنطقة اللي عز علينا منطقة ديال الكرم، اللي بغى ياكل الطاجين فري، الطاجين ديال المعقول يجي لسيدي بيبي. إذا سيدي بيبي هو واحد منطقة جذب. اليوم سيدي بيبي جينا لها كفاعلين في مجال التنشيط الفني، والحمد لله لقيت واحد الجمهور اللي هو جمهور رائع جدا، جمهور اللي كيتجاوب بشكل كبير مع جميع الفنانة. فهذا الحمد لله يعني عطى واحد اللمسة رائعة لهذه المدينة الجميلة ولسيدي بيبي.
شكرا. بارك الله عليك. شكرا لكم. ان شاء الله نلقاو مع بعض. السلام عليكم الساده المتابعين ديالنا، مباشره هنا بسيدي بيبي معنا السي سمير بواري اللي هو مدير المهرجان وكذلك النائب الرئيس ديال المجلس الجماعي ديال سي بي. سي بواري هضرينا على هذا المهرجان اللي كنا تحدثنا عليه يوم امس يعني في الاعلان الرسمي انه اتقم، ودابا يعني كما قلت بعد التوقف ديال السنه الماضيه توقف اضطراري لانه ما كاين استعداد اول وما كاين كذا، يعني هضرنا على الدوره ديال هذه السنه. اولا كنرحبوا بكم ومعذره على الصوت، كنرحبوا بكم كاشخاص وكساكنه وكنرحبوا بكم الجمهور الكريم. الموسم ديال سيدي بيبي ومهرجان موسم مكار هذه السنه كيجي كما قلتي بعد انقطاع دام ثلاث لاربع سنوات بحكم كورونا بحكم السنه الماضيه اللي كان فيها شويه صعيب التنظيم، ولكن الحمد لله هذا العام بتضافر الجهود ديال كل من المؤسسات الترابيه، السيد العام، المجلس الاقليمي، الجهه، جميع الغرف، الناس ديال القطاع الخاص، المجلس الجماعي، يعني كان واحد التضافر على اساس القوه العموميه، يعني من كنهضروا على وقايه مدنيه، دار الملكيه، قوات مساعده، يعني حاولنا اننا جميعا أن الدورة هذه تكون في مستوى الحداث وتبين الكفاءات والإمكانيات اللي كتوفر على جماعة سيدي سواء في التنظيم وسواء في الحفاظ على المورد الثقافي. شكرا يعني تبارك الله شفنا واحد الاقبال كبير يعني على خلاف التوقعات ملي كنشوفوا ذاك التفاعل ديال موقع التواصل الاجتماعي، يعني الناس خالفوا ذاك الشيء تبارك الله، كان واحد الحضور، كان شنو كيعني لكم هذا الحضور؟ لا هو اولا البرنامج ديال المهرجان كان متنوع اللي كيجاوب على التطلعات والانتظارات ديال جميع الشرائح ديال الساكنه، حتى للساكنه ولا الزوار الكرام، يعني راه كان فشتو كانت بوريضه اللي كان فيها اقبال كبير، كانوا صربات محليه ووطنيه وجهويه اللي شاركات، كاين معرض ديال المنتوجات المجانيه، الموسم التقليدي اللي عامر حتى هو، وهنايا اليوم كنكرسوا الحفله الاولى اللي تبارك الله راه الحضور دليل على النجاح ديالها. التنظيم راه في المستوى يعني بتضافر الجهد ديال الزائرين وديال الناس المشرفين راه النتيجه الامن ديال العام. شكرا سي سمير، بغينا نطولوا معك ولكن الصوت ديالك ماشي هو هذاك، ان شاء الله نخليوه ربما غدا ان شاء الله نكملوا النقاش ان شاء الله في مواضيع اخرى باش نكبروا النقاش ان شاء الله. شكرا. شكرا. نقدم على مجموعه المواسيس من اكادير اليوم تبارك الله على هاد الناس اللي منتمين هاد المهرجان ديال سيدي بيبي، تبارك الله عليكم حتى نتوما الصحافه ديالنا اللي كتوصل للحدث. كنشكر الناس المنظمين وشكرا على هاد الجمهور السوسي الامازيغي اللي حضر في سيدي بيبي تبارك الله عليهم، وكمشاركه ديالنا حنا مع البيبليك راه تبارك الله علينا، وكنشكروا الناس المسؤولين. واخا كاين وصلنا الجمهور تفاعل معكم بزاف، وتفاعل معنا الجمهور شتي فاش شعلنا البيلات مقدم على ديما كنا واسوس ديما الافعال. كاين شي سر تما؟ كاين سر. علاش؟ حتى كنا ديما كنصليو على النبي وكنصليو على شي حاجه زوينه. شكرا لخويا سمير وخويا سميتو نجيب فاش عيطوا لينا قبلوا هذه الدعوه ديال مجموعه كنا واسوس. تبارك الله مجموعه كنا واسوس عندها افاق وعندها اهم ان شاء الله مع الجمهور ديالها. شكرا لكم. نعم شفناكم في المهرجان ديال اكادير ديال الكرنفال، شفناكم هنايا يعني تبارك الله تحركتوا شويه من بعد هادشي ديال كورونا، التوقف ديال كورونا دابا كان كان مهرجانات وكان كذا، شنو كيعني لكم هادشي؟ انتوا كمجموعه يعني توقفتوا شويه. هذه كان مجموعه ديال كناواس ساكنة في بوجلود بن المهم الدولي اللي منطقه الجمعيه الجماعه ديال اكادير تبارك الله عليهم اللي داروا فينا الثقه. هاد المجموعه هادي واخا كاين شويه ديال العراقيل لا تبارك الله كتشوف الجمهور كيدعمنا، حنا الاهم ديالنا هو كنكسبوا الجمهور، والجمهور راه كيعرف المقدم على كل شيء داخل الوطن وخارج الوطن، كيتبعونا بكم انتم الصحافه اللي كتوصلوا الصوت ديالنا ورسل باش الناس يعيطوا لنا مهرجانات. كنشكر الساكنه خاصه الساكنه ديال اكادير والساكنه ديال الزوار اللي حاضرين معنا، وما نساو سيدنا حتى هو راه تبارك الله على الناس المسؤولين اللي كيشجعوا المقدم على اولا. علاش؟ باش نوصلوا هذا المورد الثقافي ديال اكادير. واخا شنو هو الجديد ديال المقدم علال، وكان شنو هو المهرجانات الاخرى اللي ممكن؟ المهرجانات كاينين عده مهرجانات، واش فهمتيني؟ دابا راه كنقدتهم المهرجانات، كاينين المهرجانات ان شاء الله يكونوا، ان شاء الله غيكونوا، وان شاء الله يكونوا الجديد المقدم علال راه يخرج لي سينجل ديال هذه المجموعات كناواسوس، على ثلاث مجموعات كناواسوس، على سمينا كناواسوس معنا دراري تتشوفوا تبارك الله المعلم ياسين تبارك الله والدراري راشد كويوس سيمو تبارك الله الدراري ان شاء الله غنخرجوا فيديو كليب ديالنا وغنخرجوا ان شاء الله تكونوا حاضرين معنا. شكرا عاود ثاني ناس الدرك الملكي، ناس ديال السلطه المحليه، ناس ديال
الناس اللي ساهرين على هذه الجمعيه هذه سي سمير اللي ساهرين. كنشكركم نتوما كصحافه، شكرا لكم بزاف. لا غير تحمس اكثر المهرجان سيدي بيبي الى ضيح الشاب الوسيم الجميل غير تحمس اكثر سيدي بيبي يساهم غير سياده المبادره تلقى فريده من نوعها تلقى مشروع خاص تلقى مراحيض متنقله يشارك سي غير تحمس اكثر المحيط المحيط العيد تيسكال المهرجان السولاف مايا. سي مصطفى شكرا جزيلا، شكرا من بار ديالكم طبيعة الحال اللي عنده واحد المصداقيه وعنده في السوق يتباع وعلى الصعيد الوطني طبيعة الحال. يعني يوسف بناني مدير شركه كيزابين، الشركه ديالنا شركه مواطنه، قررنا الحمد لله نساهموا بالمراحيض المتنقله بالمجان في صالح الجماعه ديالنا. انا بالمنطقه ابن سيدي بيبي طبيعة الحال اللي ست مراحيض متنقله حطيناهم للناس كبادره اولى من نوعها في الشتوكه يتباع طبيعة الحال. هاد المراحيض المتنقله كيتميزوا بانهم كيتنتقلوا مع المواسم ولا المهرجانات واسواق الاسبوعيه ولا يعني بطبيعه الحال المعارض وغير ذلك. يعني احنا الشركه ديالنا كتساهم بهم بالمجان، كنحطوهم بالمجان لصالح الناس. الناس اللي كيستافدوا منها هما احنا المواطنين، وطبيعه الحال كنطلب منهم انهم يحافظوا عليها يحافظوا عليها. لان واش هذه خرجه الاولى لهذ المراحيض ولا ديجا اول خرجه بطبيعه الحال هي في سيدي بيبي، وان شاء الله احنا الاشاره احنا الشركه ديالنا الاشاره انا كنحطهم بالمجان دائما وسطير عليها. لان اول حاجه كنستافدوا بها الناس والعيالات النساء، لانهم بطبيعه الحال يعني الكرامه ديال النساء. يعني كتمشي واحد المكان عمومي واحد يعني كتعرف المواسم كيتقاموا في واحد الفضاء ما فيهاش الماء ما فيهاش التواليت، فضاء يعني مغلق. دونك النساء اللي فيهم السكري كذلك والناس، يعني نتمنى صراحه تلقى بادره طيبه. وبطبيعه الحال المشروع ديالنا هو مراحل متنقله كنديروا الانتاج ديالهم الصناعه ديالهم. وعندي واحد المشروع يعني ان شاء الله نتمنى يخرج وجود، هو ابتكار شخصي اللي هو واحد مرحاض ما كيستهلكش الماء، يعني كيحافظ على الماء كيستهلك فقط لتر ماء بالمقارنه مع لي شاص اللي كاينين والمراحل اللي كاينين حاليا. يعني كيستهلك 6 لتر الى 12 لتر وكيدير كذلك اعداد الدوار ديال المياه وكيخدم الطاقه الشمسيه. يعني نتمنى صراحه نشوفوه في واحد من المدن المغربيه اللي تحتضن هذا المشروع ان شاء الله. نتمنى يخرج الوجود ونتمنى المسؤولين يشجعونا ويحفزونا، واكثر ما حفزنا هو الخطاب الملكي الاخير اللي يعني حفز العديد من الشباب المغربي اللي حثهم على الابتكار وحثهم على الجديه باش انهم يزيدوا بالبلاد ديالنا في المستقبل ونشجعوا على ما تصنع في المغرب. شكرا. شكرا لك توفيق السيد. الله يعطيك السلامة ديالك على مهرجان. السلام عليكم، مرحبا بنا ومرحبا بالجميع هنايا في مهرجان أموكار بشراكة مع جماعة سيدي بيبي وجمعية المبادرات المحلية. الحمد لله كل شيء زوين، حتى من ناحية التنظيم ولا من ناحية الفقرات، الحمد لله كل شيء زوين. وسيدي بيبي اليوم ولات عنده فرصة باش يكون عنده مهرجان كبير، وهذه شي حاجة اللي كتشجع والحمد لله. علاش لا، المواسم الجاية إن شاء الله وحنا فرحانين. كيف كتشوفوا كاين حضور كبير لا بالنسبة للسلطات المحلية لا بالنسبة للمنظمة ولا بالنسبة للجمهور، وهذا الشيء كيشرفنا. وشكرا. I'm
كم دائما مباشرة حماس سيدي بيبي المهرجان سيدي بيبي الذي رئيس جمعية تيفنيت لركوب الأمواج. يعني تبارك الله احنا في فصل الصيف، احنا في فصل الاصطياف وفصل ديال الشواطئ. واش الجديد عندكم في الشاطئ ديال تيفنيت؟ واش كاين سي مهرجان؟ واش كاين سي نشاط شي تنشيط في هذا الخصوص؟ جمعية تيفنيت لركوب الأمواج استفدت في إطار أوراش إقليم شتو كيتباها، ورش النظافة، ورش التنشيط الرياضي، ورش النظافة اللي كيعرف نظافة شبه يومية لشاطئ تيفنيت، وورش التنشيط الرياضي اللي فيه حصص نظرية وتطبيقية في رياضة ركوب الموج. كاين مهرجان البحر إن شاء الله في شهر 8، هذه النسخة الثانية، لأن النسخة الأولى درناها العام اللي فات. فيه مباريات رياضية وفيه مسابقة ديال ركوب الموج ومسابقة ديال السباحة وأمسيات فنية بحال العام اللي فات إن شاء الله. وكنشكروا جمعية المبادرات المحلية على التنظيم هذا مشاركة مع جماعة سيدي بيبي للتنظيم في المستوى. الناس كلشي ناشطة وفرحانة، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون شي مهرجان بحاله يكون في تيفنيت، في شاطئ تيفنيت إلى قال الله إن شاء الله. واش كاين شي دوري ديال كرة القدم الشاطئية؟ كنديروا إن شاء الله في شهر 8 كتكون يعني شهر 8. المشاركة تقريبا كيفاش غتكون الفرق قد المشاركة كذا باش اللي تبع؟ كل يعني على حسب الفرق، كل واحد يجي الفرقة ديالو كنديروا القرعة. عبارة فرقة عشوائية ولا خدام الجمعية ولا لا؟ لا لا عشوائية، كنديروها عشوائية. وكتكون كاين شروط المشاركة؟ لا ما كاينينش شروط المسابقة، حنا دايرينها مسابقة مفتوحة اللي جاي يشارك. وكتكون حتى مسابقة في كرة الطائرة الشاطئية، ومسابقة في السباحة، ومسابقة في رياضة ركوب الموج. هذه الاستفادة ديالكم في أوراش واش داخلة فيها النظافة ولا غير التنشيط؟ لا داخلة فيه النظافة. العام اللي فات كنا استفدنا ب 50 واحد 50 شخص على مستوى شاطئ سيدي الطوال وشاطئ تيفنيت، وهذا العام انحصرنا في شاطئ تيفنيت استفدنا في 20 شخص في إطار النظافة و خمسة الأشخاص في إطار التنشيط الرياضي والثقافي شاطئ تيفنيت. نعم، أنتم من أبناء ديال سيدي باش كيعني لكم بحال هذا المهرجان؟ مهرجان هذا راه وكيتصف مع المكر، يعني المناسبة ديال المكر اللي كيكونوا الضيوف والزوار كذا إلى آخره. المكر هذا عرفنا من القيدة ما توحشنا شحال هذه، ما بقاش جات جائعة كورونا وتحبس هذا المهرجان هذا لمدة 3 سنوات، والحمد لله الآن كنشوفوا تطور ملحوظ والتنظيف في المستوى. وهذه هي البلاصه ديال الموسم القديمه اللي كنعرفوا. نعم شكرا. غادي ندير غير حماسك تي المهرجان سيدي بيبي دائما تلاقي حياه السيده تشارك حماسك تي المعرض الصناعه التقليديه تشكد حماسك تي نوكادير غير حماسي دوتنان ولتبتنا ماني كنسي ميكا بعض المعارض اللي حشارك ماني كنسي ميكا الاستقبال النظام اللي لان حماسك تي سيدي بيبي. اي السلام عليكم. زعما النظام المعرض يعني يفول كي شارك كيس سميتو بيتنس مزيان الحمد لله. زعما يعني المعرض في المستوى واخا اما المهرجان هذا ملي كان سيبيكا ملي كان صريح النظام الفقرات اللي كيس يا الفقرات هذه الليله غمز المهرجان لاول مره بعد الحضر غير المهرجان غير سيدي بيبي يعني ما شاء الله فقرات فوقين ميت النظام لا المخزن لا الامن ولا كل شيء يعني زعما يفولكي عجبي صراحه. سولا احمد عرفت كمي عماس المعرض مات نكي كرئيسة تعاونية تنروس للصناعة التقليدية تخصص الطرز دمس الخياطة نعرض لمنتوجاتنا هاي دايلا لحام غراني بتنادي سلاف تحتاج شارك الدورة اي 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 من طبعة الحال ضروري ان شاء الله الاستقبال يعني فول كي زعما الميد المنظم من المعرض يعني مزيان زعما صراحة والله صراحة زعما الا النظام فول كين لا من المسؤولين لا من ميد المنطقة يعني ما شاء الله. انا الرواقة حليت باش وانا ديال شكون صباح كي اللي غمسنا ندخل المعرض الرواق ويسي تعاونية تنرز ان شاء الله نتمنى التوفيق نتمنى ولادي سوقنا المكرس مع الدرميش. شكرا.